مساء الفل والخير والسعادة على كل بيتفرجوا علينا دلوقتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة وآخر حلقات 2022 من برنامج الحريفة. وعلشان دي آخر حلقة في السنة فإحنا حلقتنا النهاردة خاصة جدا، هنتكلم في موضوعات مختلفة وهنلعب مع ضيوفنا ألعاب كتير وهيكون معانا مفاجآت. يا رب تستمتعوا معانا بالحلقة. مساء الفل يا هنود. مساء الفل يا حبيبة قلبي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا هنود. السنة جريت كده خلاص. دي حقيقة. من يومين دي كل حقيقة. سنة وحضراتكم طيبين. طبعا أهلا بكل اللي بيشرفونا على شاشة قناة الأهلي. عندي حالة حماس كده يا جماعة للحلقة دي عشان آخر حلقة في السنة وآخر حلقة في الأسبوع. بكرة ويكند راس سنة احتفالات، فإن شاء الله تبقى حلقة قبل كده بداية السنة تبقى حلقة مميزة، وإن شاء الله تتبسطوا معانا من الفقرات اللي احنا مجهزينها لكم النهاردة. والنهاردة برضو خلينا نقول نبتدي، احنا عندنا مباراة مهمة جدا بين الأهلي وسيراميكا. مباراة صعبة، بنتمنى الفوز للأهلي، بنتمنى الأهلي يجيب الثلاث نقاط علشان نفضل متصدرين ترتيب الدوري زي ما احنا متعودين. إن شاء الله يا هند يعني تبقى نهاية سنة سعيدة ونفرح، محتاجين نفرح، جمهور الأهلي عايز يفرح. وعايزين برضو قبل ما ندخل في حلقتنا نتكلم عن النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف اللي بتعملها الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان فيها فعاليات كتيرة وتبادل الحديث اللي حصل ما بين سيادة الرئيس وذوي الهمم، كان منهم محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى للإعاقة الذهنية، والطلب خاص من الرئيس إنه يلعب في النادي الأهلي. وفورا الكابتن محمود الخطيب كلف مدير النشاط الرياضي خالد العوضي والكابتن عجمي رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة والدكتور ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة باستقبال اللاعب لتحقيق رغبته في ممارسة الرياضة المفضلة داخل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. بنتمنى له كل التوفيق، وطبعا بنشكر سيادة الرئيس أنه دايما ما بيهملش المبادرات دي وبيهتم جدا بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودايما نشجعهم لأن مهم قوي، مهم قوي ياخدوا من الدولة وياخدوا مننا الدعم اللي هم محتاجينه. طبعا احنا بنتكلم عن شريحة كبيرة جدا من المجتمع بحسب آخر إحصائيات، فذوي الهمم بيمثلوا حوالي 13% من المصريين إن لم يكن أكتر كمان. فاحنا بنتكلم عن شريحة كبيرة قوي من المجتمع، في كل عيلة في حد، في كل أسرة في حد. فلما تبقى الدولة بتهتم بذوي الهمم، عام 2018 لما الرئيس طلع وقال إن هو عام ذوي الهمم، وساعتها حصلت مبادرات كتيرة جدا سواء من المجتمع المدني أو من الوزارات المختلفة، وزارة التضامن، وزارة الصحة وغيره، مخصوصة لذوي الهمم. نروح بقى للنادي الأهلي أميرة كمان، اللي النهاردة عمل واحدة من أكتر اللقطات الإنسانية، وهي مش أول مرة بالمناسبة، كان في قبل كده لاعب سباحة برضو قال إنه عايز يلعب في النادي الأهلي بالزبط. والنادي الأهلي ما كدبش خبر حقيقي. يعني حقيقي. فده بصراحة من أكتر الحاجات لما نيجي نتكلم عن مبادئ وقيم النادي الأهلي، فالمواقف اللي زي دي من أكتر الحاجات اللي بتثبت إنه النادي الأهلي بجماهيره بإدارته بكل حد موجود داخل القلعة الحمراء مهتم جدا 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 بكل فئات المجتمع. وكابتن محمود الخطيب طبعا ودعمه دايما لذوي الهمم. والنهارده يمكن شفنا لقطه برضو تاثر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم مع ذوي الهمم، لقطه يعني دايما بنشوف منه بجد بجد الحنيه والدعم لكل الشباب، فنتمنى نشوف ده اكتر وتبقى سنه كده حاجه مشرفه جدا جدا لينا. تعالوا بقى نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه. لسه مكملين معاكم كلامنا عن السنة الجديدة واستقبالنا ليها، وبصراحة أنا مش عايزة كلامنا عن رأس السنة واحتفالاتها يخلص. بحس إن أول ما شهر 12 كده من أحلى الشهور اللي بحبها، تبدأ أجواء الكريسماس والزينة والأنوار والناس عايدة على بعضها، يعني كلنا بنبقى في حالة كده من السعادة علشان مستنيين سنة جديدة، يبقى عندنا تفاؤل بالسنة الجديدة، عايزين نعرف يا رب مخبلنا ايه في السنه الجديده. يا رب 2023 ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. لكن خليني اقول لكم ان انا وانا بقلب كده النهارده على السوشيال ميديا شفت صوره بجد خطفتني، شدت انتباهي. اسره مصريه بسيطه جدا لابسين، بصوا الصوره قد ايه معبره، قد ايه بتدل على حب العيله واللمه والفرحه، عايزين يتبسطوا بابسط الاشياء. يعني شايفه معايا، بصي كلهم في كميه من الهدوء والبساطه والسعاده، يعني بجد صوره ما فيش اي حاجه ممكن توصف البساطه، بساطه امكانياتهم اللي ما منعتهمش من الفرحه واحتفالهم بسنه جديده. يمكن في برضو ناس كتير بتقعد بتبقى ضد الاحتفال اصلا بالسنه الجديده او ضد اعياد معينه، لا وليه وكده، بس انا من وجهه نظري اي حاجه تدخل السعاده على اي حد
في اي وقت، ان شاء الله اغنيه، ان شاء الله احتفال. احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا بنتبسط وبنفرح، بنعزم بعض على اكله، بنعمل حاجه لذيذه. فانا شايفه ان احتفالنا بسنه جديده ده يعني كنوع من التفاؤل. يعني عارفه يعني هو دايما هتلاقي في ناس عايزاكي تتكتمي، عارفه اكتمي خالص اسمع صوتك. بس احنا يا جماعه احنا عيد العمال بنستناه عشان ناخد اجازه من الشغل ونحتفل، شم النسيم بنستناه عشان نحتفل. ففكره انه ما احتفلش براس سنه او ما احتفلش بكريسماس. طب انت بتحتفلي ازاي براس سنه؟ يعني انت احتفالك يا استاذ ازاي؟ لا انا احتفالي احتفال يعني انا غالبا بسافر، بحب عاده بتسافر دلوقتي اشتركت تسافر للاسف مش هسافر. دي اول سنه مش هسافر فيها. لكن قبل ما اقول لك انا بحتفل ازاي، عايزه اعلق الاول على جمال الصوره يا اميره اللي انت اتكلمتي عنها، واللي خلتني برضو الاحظ انه الناس طرقها مختلفه بالاحتفال وطرقها مختلفه بالانبساط، وانه فكره انه الانبساط غير مرتبط بانا معايا فلوس ولا لا، انا عايش فين، انا في القاهره ولا انا في محافظه تانية. المهم ان انت يبقى عندك هدف في حياتك ان انت تتبسط. والحقيقه يا جماعه ان فعلا الفرحه والسعاده ملهاش مقاييس. احتفالك بدخول سنه جديده بصحه وعافيه مع الناس اللي بتحبها، ده شيء لوحده يستدعي الاحتفال. ايا كان ظروفك اللي انت بتعدي بيها دلوقتي، ده ملوش علاقة بسعادتك. السعادة هي قرار، انت يا بتاخد قرار تبقى سعيد يا لا. وبالنسبة لي بشوف انه الطرق اللي احنا او تخليني انا كهند مبسوطة بدخول السنة الجديدة، حتى لو حاجات بسيطة، ان انا اخرج مع صحابي، اكل اكل حلوة، اقعد اتفرج على فيلم كده في البيت مع ولاد اخواتي الصغيرين ومامتي، اي حاجة تتبسط بيها اعملها. في ناس كتير جدا جدا عندها المقدرة المادية ان هم يحتفلوا في باريس ويروحوا ويجوا، بس مش بيعرفوا يتبسطوا. فالانبساط يا اميره بحس انه قرار جاي من جواكي. بالظبط يا هند، احنا سعادتنا يعني احنا شخصيا ان احنا ناخد بريك من الشغل. يعني دي بتبقى ان احنا ناخد بريك من الشغل والمشاكل، هو ده الهدف في راس السنه ان احنا نحتفل. وكل واحده بقى فيها، يعني انا عن نفسي بظبط عاده كنت بسافر، بس طبعا مش الوقت ضيق فمش هقدر اسافر، بس ببقى حابه ان انا اظبط هنا حاجات مع الولاد مع جوزي، اعمل عشاء لطيف في البيت، لازم حاجة حلوة تتعمل في البيت، لازم أقول لك طبعا لازم ديكور حلو في البيت، لازم مود أحس إن أنا داخلة السنة الجديدة بشكل مختلف. كل واحد زي ما هند بتقول حسب مقدرته وحسب قدراته. اللي يهمنا إننا نتبسط ونسعد نفسنا واللي حوالينا. تجمعة العيلة، يعني تجمعة العيلة دي يمكن بتبقى فرصة حلوة قوي في نيو يير ان احنا نقعد كلنا وكل واحد يقول نفسه يحقق ايه، ونصور فيديو لذيذ نقول ها كل واحد حقق ايه السنة اللي فاتت وعايز يحقق ايه السنة الجاية. فكلها حاجات بسيطة جدا تبسطنا، واحنا في ظروف فعلا البلد كلها بتمر بيها محتاجين ان احنا ندور على اي حاجة تبسطنا. اي حاجة عايزين، يعني خلينا نقول انه العالم كله، يعني فرنسا دلوقتي فيها قصص واحتجاجات وحرب بين اثنين عشان مش عارفه مين اتقتل، لندن فيها احتجاجات. يعني انت حتى لو قررت تسافر بره لو انت مش عايز تتبسط صعب قوي ان انت تتبسط. السفر صعب يعني. دي حقيقه. فاهم حاجه كل واحد يدور على الطريقه اللي يحب يسعد بيها نفسه ويسعد بيها اللي حواليه. وحاجه تانية يعني يمكن انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، بس السوشيال ميديا بلاش ننخدع برضو بالمظاهر، مش كل حاجه بتبقى على السوشيال ميديا مظبوطه. يعني يمكن احنا ناس قليلين من الناس، انا وهند وناس تانية طبعا، بيطلعوا بطبيعتهم بيحبوا يبقوا طبيعيين، بس السوشيال ميديا قايمه على البرفكشن، ان الناس بتطلع بصوره كامله طول الوقت، وده يا جماعه بجد مش موجود طول الوقت. فبلاش السوشيال ميديا، ممكن ناخد منه الحاجات الحلوه ان الناس بتتبسط ازاي، بس مش لازم ابقى عايز اعمل زي الناس دي بالظبط ما بتعمل، لان في ناس ممكن تاخد الحاجات دي على انها حاجه بتعقدها او حاجه بتضايقها او بتخنقها انها ما عندهاش الامكانيات الماديه. فانا بقول لكم اتبسطوا باي حاجه باي حاجه. شجره الكريسماس الكبيره ممكن تبقى شجره صغننه قد كده، علب بالهدايا او العربيات اللي بيجيبوها هدايا ممكن نجيب هدايا عاديه، هدايا بسيطه. يعني تجيب عربيه. اسكتي وانا بفتح الهدايا لاولادي امبارح، ربنا يهديها. الخبر طلع قدامي كده، فبقول لهم يعني مالكوش دعوه طبعا بالهدايا اللي جورجينا بتقدمها لاولادها، انا طبعا جايبه حاجه بسيطه جدا، شوكليتس وحاجات حاجات كده يعني رمزيه يعني، بس هم فرحوا، اهم حاجه ان هم اتبسطوا. صح مظبوط. هو زي ما احنا بنقول السعادة قرار، انت لازم تاخد قرار ان انت تبقى سعيد، تكتفي باللي عندك، عينك كده تبص اللي عندك يا سلام. يعني عارفة زمان يا أميرة
ما كانش في مجال للمقارنة بين الناس. كل واحد كده شغل نفسه بنفسه. كان يوم نركز ونحب ان احنا ننم ونشغل بالنا قوي، كان اخرنا جاري اللي في الدور اللي فوق او اللي في اخر الشارع. لكن دلوقتي تحس الناس بقى هدفها ان هم يعلوا على بعض، كل واحد مستني يشوف التاني عمل ايه وبيعمل ايه في حياته. وكمان في مشكله كبيره جدا، الناس اللي متجوزين، يؤسفني اقول كده، مالكوش دعوه بالانفلونسرز. لو اتنين انفلونسرز متجوزين وشايفينهم في راس السنه جايب لها ورد وكذا وكذا، ممكن ده اصلا يبقى هو مش دافع ثمنه، ممكن ده مش في مقدره جوزك. ما تروحيش تشوفي ده وتبصي لجوزك وتبقي مش طايقه ان انت تبصي في وشه علشان هو ما جابلكيش الورد اللي بالحجم كذا. مفيش حد بيجيب ده، مفيش حد، ده مش في الحياه الحقيقيه. تقول له انا عايزه ورده يا ابراهيم، هيجيب لها ورده عادي يعني. حبيبتي كل الورد ده هنعمل بيه ايه؟ ما بيتاكلش. فالمسابقه دي بتفسد الفرحه بكل حاجه، بتفسد بالزبط. كل العلاقات. لو عندك مال قارون هتحس ان في الاحسن منك، عينك في الحياه على حد تاني، يبقى انت مش هتعيش مبسوط. وده للاسف اللي السوشيال ميديا تسببت فيه، وده مرض الجيل بتاعنا كله. يعني انا مش عارفه الومنا يعني الوم الجيل بتاعنا ولا الوم الظروف، لكن في النهايه لو في حاجه بجد انصح بيها اي حد، ان هو مالكش دعوه باللي بتشوفه على السوشيال ميديا. دي 15 ثانيه بتشوفها من 24 ساعه. 15 ثانيه دي ليها اهداف دعائيه وترويجيه واهداف كتيره قوي مش حقيقيه. بالظبط يعني هو ده يا هند، دي نقطة مهمة جدا، إن الناس لازم تبقى فاهمة إن الإنفلونسر أو وات ايفر اللي بتطلع هو بارت كبير من اللي هي بتعمله، ده شغل. بالظبط. بوكيه الورد ده فعلا ممكن يكون هو فعلا زي ما أنت بتقولي مدفوع، دعاية وأنا طالع أعمل دعاية. فمش شرط، ما بنقولش إن هم ما عندهمش مشاعر، لا، بس يعني ناخد من السوشيال ميديا الحاجات الحلوة، نستفيد بيه بإن احنا نشارك فرحتنا، صورنا الحلوة مع الناس، دي مش حاجة وحشة خالص. يعني بتنشر إيجابية. يعني أنا ضد الناس تقول لك إيه داري مش لازم تنشر كل حاجه، لا، ما انا ليه ما بقاش بدي حاجه ايجابيه للناس، بخلي الناس هي كمان تبقى ايجابيه في حياتها، مش لازم اقعد اصدر الوحش بس. يعني لازم نبص على نص الكوبايه المليان يعني، وكله بيعتمد على دماغك وطريقه تفكيرك انت وعقلك الباطن، انت اللي بيحركك. يعني يمكن قلنا اتكلمنا الكلام ده امبارح مع دكتور احمد علام، اما بنركز على سعادتنا والحاجات الحلوه بنجذبها، ما فيهاش كلام، من غير ما تحس. فتحايلوا على نفسكم كده ووردوا نفسكم واضحكوا عليها بالحاجات الحلوه، هتفرق معاكم جدا جدا، عشان احنا محتاجين نبسط ومحتاجين نطبطب على نفسنا ومحتاجين نخش السنه الجديده بابتسامه حلوه ونقول لنفسنا والله ان شاء الله اللي جاي خير. انا بشوف دايما يا هند ان احنا ما عندناش اوبشن غير ان احنا نتفائل. طبعا ما عنديش غير الاوبشن ده. يعني طب ما انا عايشه وعندي حاجات، وعندي ظروف صعبه موجوده، طيب ما تعالوا نزقها بقى ونعملها واحنا مبسوطين، نعملها واحنا بنضحك، نعملها واحنا متفائلين، لعل الله خير يعني يجيب خير. وربنا أمرنا، ربنا نتفائل فيجي لنا الخير. طولت عليكم، خلونا نروح دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل معاكم فقراتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. معانا واحدة من أهم لاعبات كرة اليد اللي مروا على النادي الأهلي، كانت كابتن الفريق السابق، نجحت في رفع كؤوس كتير جدا جدا جدا، لكن للأسف خرجت الخروج من الباب الكبير واعتزلت اللعب وهي في قمة عطائها في لعبة كرة اليد. بتعتبر واحدة من أنجح الشخصيات داخل القلعة الحمراء، سواء على الصعيد الرياضي أو الإداري. بتشتغل دلوقتي في إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، لكن خلونا كده نروح نشوف مين معانا ونرجع تاني. زي ما شفنا مع بعض منورانا الكابتن مي هشام، نجمة الأهلي السابقة في كرة اليد. أهلا بيك يا مي. أهلا بيك. كل سنة وأنت طيبة. وأنتوا طيبين. احنا سمعنا طبعا، شايفانا محتفلين النهاردة براس السنة كده شوية. أحمر وحركات. قولي لي بتحتفلي إزاي براس السنة، أو إيه الخطط بتاعتك؟ أعتقد هتبقى جزيرة القطن. يعني بتبقى الدنيا في الأغلب بتبقى زحمة ففي الاغلب بنقعد بقى ونحضر. أيوة. فيلم وفشار وحركات، ده اللي كنا البساطه اللي لسه كنا بنتكلم عليها. اه ما بتعمليش بقى الاحتفالات اللي هو اسافر بلد واعمل مش عارفه ايه. لا لا، اه يا دوب تقعدي. لو انا مسافره من قبليها تمام، لو انا مش مسافره ما بتسافريش عشان راس السنه. لا. طب انت قولي لي، اه زحمه موت، زحمه وبتبقى غاليه جدا عامه. جدا. بيني وبينك، طب قولي لي ايه ذكرياتك مع راس السنه؟
يمكن في ألمانيا يعني حسيت الأجواء مختلفة شوية عننا. إن أنا درست في ألمانيا، قعدت هناك 6 شهور، فالدنيا كانت مختلفة خالص في الكريسماس غير ما احنا متخيلين خالص. أوكي. فكانت الأجواء ظريفة جدا. عمر هيتبسط قوي قوي. وانتي لسه جايبين سيرة ألمانيا النهارده. ابني هيدرس في ألمانيا. ابني أميرة برضه هيدرس في ألمانيا. كانت لذيذة الدراسة في ألمانيا، أعتقد صعبة يعني. كنت بدرس هاندبول برضو، يعني دورة تخصصية في الهاندبول. احكي لنا عن ده. ده كان سبب الاعتزال بقى. يعني لسه جيلك انا بقى عشان تقول لنا. نطيت انا نطة كبيرة صح؟ مش مشكلة خالص. بس اتبسطتي في ألمانيا؟ جدا. طيب احنا هو ألمانيا واللي حواليها بقى، يعني لفيت كلها حلوة. حلوة قوي. طب هناخد نبتدي معاكي كده من الآخر كده. انت كنت نجمة كبيرة قوي قوي، يعني كنت محققة حاجات حلوة قوي في النادي الأهلي. ليه قررتي تسيبي؟ ليه قررتي تعتزلي؟ هو في كل الاحوال انا هسيب يعني. صحيح. فيعني اخترت الوقت اللي ممكن ابقى فيه يعني ستار، او انا اكتر وقت اكون انا يعني خلاص هبدا بقى الكيرف ينزل وفيه ولاد، يعني بنات بتبدا تطلع ناشئات، فيعني اتجه بقى اتجاه جديد واشوف حياتي، اشوف الدنيا تمشي ازاي. وكان كنت قدمت على المنحه ان انا اروح الكورس ده واتقبلت، ومن هنا بقى جت القصة ان انا لا خلاص ده اخر سيزن ليا، وانا هعمل بقى تيرنينج بوينت واتجه للتدريب، خاصة ان انا معايا ماجستير، ولما رجعت كملت دكتوراه. فالدنيا بقى حسيت انه يعني اكتشف نفسي كده في التدريب بره قبل جوه. أيوة طبعا. عشان ما تصدمش. حسيتي انه قرار مظبوط، يعني ما ندمتيش على القرار ده، جه في وقته. وانت كمان كان مع عندي تشبع يعني انت كمان انا حساكي بتكلمي انها مع فكرة ان انا اعتزل وانا ستار. انا في نظر نفسي ده يعني ممكن وجهه نظري الدايمه. انا حتى الكوره اشوف انه لعيب الكوره اعتزل وانت اسطوره. لانه لازم تفتكر ده اخر صوره ليك عند الناس هتبقى اللقطه دي. صح. فانا في يعني انا نازله الجيم الاخير وانا عارفه انه اخر ماتش ليا، بس ما كنتش قايله لحد. ايه بقى قد يعني ايه القرار ده كان عارف. قرار صعب قوي. قد ايه كان صعب؟ يعني حسيتي بايه؟ انا كمان يعني الرياضه التزام، بالذات لو بنلعب على مستوى عالي بيبقى التزام كبير قوي. فما كانش في حياه بقى اجتماعيه ولا يعني ما فيش يعني بنأثر في حاجات تانية في حياتنا. أكيد. ومع أكيد. الناس اللي يعرفونا. حسيت قوي ان الدنيا لا ممكن ان احنا اعمل ستوب وابدا بقى صفحه جديده يعني، وخاصه ان الواحد الحمد لله كان يعني جاب الاخر، فعايز بقى يجدد ويشوف نفسه ويختبر نفسه في حته جديده خالص. يعني النقطه برده مهمه جدا دي. انا حاسه انك عايز تعيطي. لا خالص بجد. جدع. انا ما بعدتش، انا لسه في الملعب. طيب انت مع انه الست في الاخر ملهاش غير البيت مهما لعبت رياضه او كذا او كذا؟ بصي خليني اجيبها لك من ناحيه تانية. اوكي. هو احنا لو قعدنا في البيت مش في مصلحته. برافو عليكي. برافو. فخلينا افضلك يا ويلك. لا المشكله دي فهم بيسبورتوا، اعتقد يعني هم كمان بيسبورتوا القصه دي، بحيث يبقى في يعني روحي فرغي طاقاتك طبعا طبعا واحتكي وشوفي الدنيا، يعني من غير ما ايه ما يبقى قاعده في البيت مستنيه ان هو يجي ونتكلم. هو برضو بيبقى عليه ضغوط طبعا طول الوقت يعني. لكن ماي ما جاش في دماغك بعد لما انت قررتي تعتزلي ان انت تحترفي وسافرتي بره وعجبتك؟ انا جالي وقت ما انا قبل ما احترق يعني قبل ما اعتزل جالي كام حاجه، بس ما كانتش يعني حسيت الموضوع مش قوي يعني ما عندوش العائد، وخاصه ان احنا هنا في مصر بنعمل حاجات كتير يعني بندرس ونلعب بنشتغل ونلعب. أيوة. ونلعب نادي ومنتخب يعني بنعمل ادوار كتير قوي، ويمكن ده بيقلل من طاقتنا. انما بره هم بيلعبوا هاندبول، فانا ما بعملش حاجه غير هاندبول. هي دي شغلانتي ان انا رياضي. فانا لو رحت هناك الحياه هتبقى فاضيه قوي عليا. مش هقدر يعني حتى وانا في الكورس كنت حاسه بفرق. لا انا هموت وارجع. مش انا يعني قعدت شويه مبسوطه مسافر. لا كنت متاقلمه جدا مع نفسي، ولكن الحياه شويه مش زينا هنا في مصر. عندك هنا عندك كذا حاجه تقدري تعمليها فعلا. انت بس بتعملي الكورس بس. بالظبط. بس فانا بشغل وقتي بقى. انزل مثلا معايشات لكذا، اروح كذا يعني اذاكر اكتر، يعني اشوف الناس بتعمل ايه اكتر،
ما بقاش قاعده يعني. انا جيت بقى خلاص يا اضيع الوقت في حاجه مفيده مش هعرف اعوضها تاني. اكيد فادتك التجربه طبعا جدا. والتفرغ ده اكيد فادك. فادني برضو جدا. مايا انا بحب قوي ما حد يجي يتكلم كده من الرياضيات بالذات الستات، بحب كده ايه يقعدوا يحكوا عن حاجات بيرسونال ملهاش علاقه بالرياضه. تمام. انت متجوزه؟ احكي لي بقى الاول قابلتي جوزك ازاي والقصه بتاعت زواجك كامله. لا احنا قصه عاديه جدا يعني. معرفه من عندي ومن عنده، تعرفنا على بعض، الدنيا مشيت يعني. موضوع يعني يكاد يكون صالونات يعني فعلا. ما كانش في كان تقليدي جدا. الدنيا ما كانتش فيها اي سسبنس. السسبنس بقى بعد ما تعرفنا على بعض. ايه اللي حصل؟ ان هو زملكاوي جدا. لا جدا. اوكي. فده صراع بقى. ده صراع. ايه ده يعني بيجي يحضر الماتشات بتاعتي يعني. موضوع صعب عليه. ايه يعني تخسري؟ سقف لي بس مش قادر يشجع، مش قادر يقول. يا نهار ابيض يعني. لا عايز اعرف لو اهلي وزمالك بيلعبوا في البيت هتعملوا ايه؟ لا ده احنا بنتفرجوا مع بعض. بنفرتك الدنيا. بتتفرجوا مع بعض فعلا؟ طب ليه بتتفرجوا مع بعض؟ في البيت. هو يفرش العلم على الليفينج وانا ليا جزء. لا 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 هو لي جزء رياضيه ممتعه. والبس التيشيرت. لا لا ده بص بيعمل ايه؟ ده بيفرش لك العلم على الكرسي جدا. وانا لو لقيت ان احنا مش موفقين يعني خسرانين يعني خش اعمل الاكل منتهى الادب. ما تحصلش يعني. نادرا الصراحه. ولكن فاكره في ماتش معين مثلا الموضوع قلب بخناقه بجد في البيت؟ لا ما بنتخانقش بصراحه. مش خناقه اللي هي خناقتي متجوزين، بس هو بيجي بقى وبتاع استفزاز يعني طبعا. وانا ايه جود جيم، انتوا كنتوا كويسين جدا، ولكن ولكن انا حقك كنت بتكسبوا يعني. اصلها رياضه بس لما انا بكسب مفيش رياضه خالص. طبعا انت لما بتكسبي وهو اكيد لما يعني مفيش برده عنده حته الروح الرياضيه دي مش موجوده. اوكي. والله ده كتر خيرك، ده انت روحك رياضيه قوي. انا معرفش الامور بشكل خفيف بقى يعني. يعني لو راكبه معاه العربيه هو بيسمع اغاني الزمالك. لا لو انا اللي موصله تليفوني فانا بشغل اغاني الاهلي. فمن هنا بقى الصراع، مين اللي سايق عربيه مين؟ فاللي يشغل اللي في عربيته يشتغل الشغل اللي هو عايزه. انا بفتح بقعد اصور بقى طبعا يعني. لا 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 ده كوميدي. لا لا روحها رياضيه قوي. ما شاء الله. عندك اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. ما تستعجليش كده كملي. طب انا عايزه اعرف برضو باباكي ومامتك كان دورهم ايه معاكي في مشوارك وساعه لما قررتي تعتزلي؟ بحس الامهات بيقولوا هو كان يعني والدي الله يرحمه كان مفضل جدا ان انا اعتزل قبل ما اتجوز يعني. اوكي خلاص بقى نبدا صفحه جديده. ف علشان الجواز؟ عشان الجواز بقى نقفل القصه دي ونبدا حياه ثانيه. ولكن لا هو ومع كل اصابه هو كان بيبقى مايل قوي للفكر ده انه كفايه بقى يعني. ولكن انا مش هعمل يعني مش هعمل تاهيل واحس ان انا برجع وبعدين اقعد في البيت. لا مستحيل. انا لازم اكمل تشالنج لحد الاخر لحد ما انزل وارجع. انا يعني مش بس انزل الملعب، انا انزل والعب وارجع ليا يعني، ارجع للي انا متعوده عليه من نفسي عشان امشي وانا تمام. هي نفس الفكره يعني. ولكن يعني كان يعني محبس جدا ان انا يعني تمام يعني تعتزلي دلوقتي. ان انا اعتزل بقى. انا يعني القرار كان اكتر بيني وبين محمد اللي هو جوزي. كان رايه ايه؟ هو قال لي تلعبي. قلت له انت ايه الكلام نلعب؟ قال لي لا اتبسطي لحد ما تقولي انا ستوب، انا مش قادر اكمل، انا معاكي. طب يعني تفتكري مش رافضه او ميله ان انت تعتزلي؟ هو والدك كان مدرب؟ كان مدرب. ووالدتك الله يرحمها؟ ووالدتي برضه. اوكي. طب هما الاثنين بقى كانوا يعني المفروض هو فاهم، هو عشان فاهم مثلا صعوبه اللي بتواجهيه او كده فعايزك تريحي. هو شايف انه كتير. وانا بقول فعلا انه يعني صعب. هو صعب لاني بشتغل وبعدين بروح التمرين وبعد كده ارجع شوف بقى حاجات بقى بيت وكده غسيل بقى يعني. انا في الاول ما كنتش مستوعبه يعني ان انا لازم اعمل اكل عشان اكل يعني. لو انا ما عملتش الاكل مش هاكل. ايوه فكانت طبعا. شويه بالنسبه لي مش مستوعبه الحياه. فضلت شويه تعبانه يعني، مجهودي رايح في انه مشتته بين حاجات كتير. هو كان ليه حق في القصه دي، ولكن لا العند بقى لازم اتغلب على القصه دي وان شاء الله انا هبقى كويسه. فقلت بقى لا نغير بقى. كل اللي بيلعبوا هم يعني متزوجات، هم عندهم نفس
عندهم لما بييجوا يسالوني لا هتتعبوا شويه وبعد كده تتاقلموا كده الدنيا هتمشي وهتبداي بقى ايه حط حاجات في الفريزر ويعني هتمشي الدنيا يعني. بصي هي حسب القدرات يعني انا شخصيا ما في بدايه جوازي ما قدرتش اعمل ده صح. خالص خاصه انا اتجوزت خلفت على طول فكان صح. الموضوع صعب جدا صح مع الوقت خلاص قدرت اعرف هي حسب قدره كل واحده هي مش قاعده فعلا فعلا, فعلا صح ما قبل ما نقفل موضوع الجواز انا مقتنعه بحاجه خلوني اقولها لكم بقى يعني بما اني انا الوحيده هنا اللي ما اتجوزتش يا جماعه دي صورتك انت وجوزك ده كان في الانتخابات اوكي انتخابات نادي الاهلي انا مقتنعه انه مش كل الناس مؤهله انها تتجوز يعني مش كل الناس عندها قدره على اللي انتوا بتتكلموا فيه ده ان انا اروح لسه هشوف هاكل ايه يعني ربنا يديها الصحه ماما حبيبتي لو انا ما روحتش من هنا لقيتها عامله الاكل اللي مش هاكل هنام هنام ايام كتير صحيح يعني ما انا كنت كده تحيه كبيره لكم يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده بصراحه كل خلي بالك هي مش بطوله برضو احنا كلنا كنا كده بس هي استعدادات خلاص بتبقي عارفه انت داخله على الخطوه اللي جايه فبتبتدي تستعدي بتتعودي زيها زي اي احنا برضو بنقصر يعني ساعات اكيد اكيد نقصر شويه ونظبط شويه وده دور البارتنر اللي معاكوا ان هو يسبورت نروح للنادي الاهلي ايوه نرجع بقى كده لبطولاتنا الجميله انت حققتي مع النادي الاهلي بطولات كتير عايزاكي تكلميني عن بطولاتك مع الاهلي وتكلميني عن الاغلى فيهم الاغلى طبعا اخر بطوله دي كانت ليها يعني ما اعرفش كنت هعتزل ازاي لو انا ما كناش كسبنا ده كان اخر كاس انا رفعته بالظبط فدي كانت اصعب ولكن مع كل بطوله مع كل جيم في صعوبات صغيره يعني اكيد التمرين الاستريس احنا عايزين مثلا في ترتيب الدوري لا لازم نكسب يعني في كل جيم ليه طبيعته ليه تفاصيله في مشكله ولازم نظبطه مثلا الصغيرين ما اندمجوش معانا فاحنا عايزين نلعب يعني بيبقى دايما كل جيم كل وقت في الموسم بيبقى ليه تفاصيله يعني فهي كلها مشوقه كل تمرين ليها قصه معينه فيها ليها تفاصيل طبعا بتشوفي في صعوبه كره اليد النسائيه فيها صعوبه اكتر من كره اليد الرجالي وهم متفوقين في ايه يعني ايه اللي ناقصنا يعني احنا مش ناقصنا حاجه احنا بنلعب بره يعني بنمثل وبنروح يعني مش يعني تكنيكال احنا مش ناقصنا حاجه اوكي فيزيكالي مش ناقصنا حاجه ايوه بس في سبورت وده مبني من ثقه يعني في سبورت للولاد اقوى لانه هم بيدوهم بيكسبوا فدعمي بيزيد فهي سايكل بديهم ثقه بيكسبوا او وطبعا فاينانشال ايشوز بقى وحركات فانا بدعمهم وبديهم دعم مالي وكل حاجه بيروحوا بيكسبوا بيحققوا بيرجعوا فبكرر السايكل تاني وبزود كمان ممكن البنات الدروبات اللي حصلت بالتوقفات اللي حصلت اثرت شويه ولكن انا شايفه الدنيا بدات ترجع يعني الدوري بقى اقوى بكتير دي حقيقه دلوقتي دي حقيقة يعني مزبوط. بقى في صغيرين بقى في عقود بقى في منتخب يعني بيسافر ومكمل وهيتجمع وبيجيب بطولات ده مهم يعني ده مع الوقت بقى احتكاك ويعني ده يعني احنا مش بعاد يعني انا لما سافرت المانيا اوحش من يعني الانديه اوحش مننا بقول احنا كويسين قصدك اوحش كمنظومه ولا كلاعب اوحش كمستوى يعني مش بعيد احنا قريبين يعني لو لعبناهم لا ماتش في الملعب ونلعب ونادي مش بعاد وده اللي ظهر في افريقيا انه يعني في ماتشات احنا كنا كويسين وكنا راكبين وكسبنا ماتشات مهمه منتخب السيدات اللي كان مسافر في افريقيا بس مع الوقت في بقى خبرات في قله لعب كل ده هيجي مع الاستمراريه هتلاقي الدنيا دي فرقت تماما يعني فاعتقد هو ده الفرق بيننا وبين الاولاد حلوه قوي ما هي انا مش مصدقه الفقره خلصت وكلامنا انا لسه كنت عايز اسالك على حاجات كتير بس اسالك عليها بعد الهوا نورتينا وشرفتينا ميرسي جدا ليك ميرسي جدا للاسف خلصت فقرتنا كابتن مي هشام نتبه النادي الاهلي السابقه في كره اليد انا قبل بس ما اخرج عايزاكي توجهي رساله لجماهير الاهلي اقول للجماهير يعني يصبر على اللعيبه يعني ساعات بيبقى عدم التوفيق مش في ايديهم ده في الاغلب بيبقى كده ولكن هو نفسه يكسب نفسه يحقق من اصغر لعيب لحد الفيرست تيم
فاكيد الـ يعني الكومبيتيشن هنكسب فيها وهنأدي وهنبقى عايزين نرضيكم وكل حاجه، بس ساعات الظروف بتبقى اقوى، ساعات بنبقى غير موفقين، ودي حاجه بره ايدينا كلاعيبه. فان شاء الله خير، ويعني ان شاء الله انهم يتبسطوا السنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيبه، وانت طيبة. نورتينا، بتمنى لك سنه سعيده تحققي فيها كل اللي انت بتتمنيه. ربنا يخليكم، ميرسي. خلونا دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع لكم بمفاجاه حلوه قوي قوي قوي. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره ضربه حر. معانا دلوقتي ومنورنا في الاستوديو عيله لذيذه جدا ليهم جمهور كبير على السوشيال ميديا، بيحبوا يشاركونا كل تفاصيل حياتهم. يمكن الفتره اللي فاتت كانوا من اكتر صانعي المحتوى اللي الناس بتحبهم وبتتابعهم، فتعالوا نرحب بألذ واحده ممكن تشوفوها، الجميله كنزي مدبولي وخطيبها فراس مهيب. اهلا بيكم. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ منورنا. بنورك والله العظيم. يعني خفه الدم اللي احنا بنشوفها على طول دي مش طبيعيه، يعني بتدوا تفاؤل. لسه النهارده كنا بنتكلم في الحلقه عن الناس اللي بتدي تفاؤل والناس اللي بتخلي الدنيا لذيذه كده. لا وانت شبه بعض بقى، موضوع ان انت شبه بعض ده بالنسبه لي مش طبيعي. لا يعني لو بحتة. حد ما قالش كده بستغرب، مش العكس. ايوه انا اول مره شفتها قلت لها هو ده اخوكي؟ يعني انا عارفه ان انت خطيبها، بس انا قلت الهند برضه. لا في ناس اصلا بيتلخبطوا، يعني اختي التوأم مش شبهي زي كنزي. ما شاء الله. انتوا تعرفوا بعض بقالكوا كام سنه؟ 7 سنين. ما شاء الله. هو العمر على فكره، السنين ما بين زيك انت وفهمي برضه، طبقتوا على بعض في الشكل. شبه فهمي منين؟ فهمي ملون، انا شبهه ازاي؟ لا نفس الملامح والله. قولوا لنا بس كده في الاول، بتحتفلوا ازاي بقى براس السنه؟ فراس بينام، فراس ما عندوش اي احتفالات بقى. الناس دي عامله زينا كلها. انا الصراحه في الحاجات دي اللي هو ايه، يعني عادي بقى خلاص. لكن انا بحب احتفل دايما مع عيلتي، بنات خالتي بقى بجمعهم كده، عشان دي حاجه عندنا واحنا صغيرين. ما هي كده. لكن فراس ما فيش، اجي اقول له كل سنه وانت معايا وبتاع، الساعه 12 ما الاقيهوش اصلا. خلاص انا باكل رز بلبن. فعيد ميلادي بيكلمني قبل الساعه 10، يقول لي عشان الساعه 12 مش هصحى لك، فخلاص تعالى. هو انت برج ايه؟ سرطان. سرطان؟ اوكي. طيب كنزي، عايزين بقى نبتدي من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا غيرت في حياتك حاجات كتير قوي. انا عايزاكي تقولي لنا بداتي ازاي على السوشيال ميديا، والحاجات اللي غيرتها فيكي من ساعه ما بداتي. بدات من 2020، من ايام اخرها يعني خالص، كنت على قد كده من ايام الكوارنتين. اول ما اتخرجت كنت زهقانه، فحاولت اعمل كام فيديو كده، وبعدين الموضوع نجح، فكنت بعمل فيديوهات تركي. يعني تريقه شويه على مسلسلات التركي. أوكي. الموضوع حبوه شويه، بعدين قمت بدات اعمل حاجات مالهاش علاقه بقى شويه بالتركي، حبوها برده، فقلت خلاص بقى. خلاص بقى، انتوا بتحبوني. انتوا بتحبوني كده، عشقني اكمل. بس كملي. حلو القبول، يعني القبول ابتدي. وده غير ايه بقى؟ يعني الحاجه كل حاجه، بقيت واثقه من نفسي اكتر بكتير، بقيت يعني طلع من عندي تالنتس انا ما كنتش عارف ان هي موجوده، لان انا ما كنتش واثقه في نفسي ان هي موجوده. يعني ما كنتش عارف ان انا ممكن اكتب، ما كنتش عارف ان انا ممكن امنتج بقى بالطريقه دي. وثقت في نفسي. يعني في الاول كده كنت قلقانه شويه، مع ان انا كنت في اعلام وبتعلم الحاجات دي، وكان عندي بربع جنيه خلفيه 4 سنين، مش عارفه امنتج. اتعلمت المنتجه في اسبوع عشان بس اعمل فيديوهاتي على على السوشيال ميديا، فغيرت فيها حاجات كتير قوي. حلو قوي، حلو، لذيذ قوي. بالظبط. طب انا عايزه اعرف انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ماشي، ده انا غير طريقه الاجابه. طيب رد انت بقى المره، كل مره انا برد. بعت لي مسج على الانستغرام كده اهو. قبل ايه الجراءه دي؟ ايه الجراءه دي يا استاذ فراس؟ كان عندي 3000 فولور عادي. وبعدين بعد ما بعت لك مسج، هي بعت لك مسج فيها ايه؟ قال لي انا كنت بغني، فقال لي صوتك حلو قوي بس محتاجه تسجلي مش عارفه مع ميوزك. فانا رديت عليه عشان كان شكله حلو عادي. قلت له ثانك يو، وبعدين قلت هتجاهله بقى خلاص. يعني خلاص رديته خلاص، يعني مش بعت لي على الفيسبوك بقى، ما خدتش بالي ان هو نفس الشخص. رديت برده. اوكي. انت بتغني اصلا؟ كنت بقى بستعبط ساعتها، بغني شويه كده. ما احنا قلنا داخله نخش منها يعني. والله العظيم لما بنقص العربيه لوحدنا بيقول لي لا ما كنتش داخله، كان صوتك حلو. انت كنت بتجرب حظك يعني ولا كنت؟ لا كنت يعني شويه في البروفايل بتاعها وعاجبني شكل، الناس ما اعرفهاش يعني، لازم اتعرف عليها الاول. دلوقتي ده بيقعد يقول حياته رومانسيه قوي في العربيه، بيبان على حياته في المرة. يعني كده بجرب. طب انت دخلت الدخله دي وبعت لها وهي ردت؟ طب لو كانت رفضت انها ترد عليك كنت هتعمل ايه؟ ما كانش زماني اعرفه خلاص تقريبا. يا لهوي، تخيل. بتقول يا لهوي. ما كانش زماني انا اعرف بعد، لما كنت شفت المسج اصلا خلاص كده. هو النصيب بقى. نصيب الصراحه، سبحان الله.
طب انت بعد ما عملتي الفيديوز اللي انت قلتيها وكملتي السوشيال ميديا، حطيتي بقى بداتي اكيد تحطي بلان وهدف عايزه توصلي له وحاجات عايزه تعمليها من السوشيال ميديا، ايه الحاجات دي؟ انا في الاول خالص كان هدفي عبيط جدا بقى ان انا عايزه بس حد يكتشفني عشان امثل بس. بعدين هو ستيل هدفي، بس بقيت لا عايزه استخدم السوشيال ميديا ان انا ربنا ادالي جيفت ان انا عندي فري بلاتفورم، مش محتاجه مخرج يأيدني، مش محتاجه حد يكتب لي سكريبت، انا بعمل كل حاجه بنفسي. فبقى هدفي ان انا اعمل فيديوهات توعويه اكتر، اوصل للناس اكتر. كل فيديو بعمله بيجو فايرل وبيأثر مع الناس، لان انا بعمل حاجات توعويه، حاجات جد وسط الكوميدي يعني. ببقى عايزه اللي هو المره الجايه انا عايزه اوصل لهم اكتر، المره الجايه عايزه يعني الناس مثلا تبقى مشتركه جوه الموضوع اكتر، لان يعني هم كلهم بيقولوا لي احنا مرينا بده. فبقعد بقى ادور جوه كل حد كده انتوا ايه الموضوع مثلا ممكن يكون مضايقكم مش بتكلموا عنه، عشان اعمل عنه فيديو يعني. اوكي برافو عليكي. بصي هو الهدف ده لوحده، يعني الهدف اللي انت بتتكلمي عنه ده ينجحك، اللي هو انت هدفك ان انت توصلي للناس وان انت توعيهم بشكل معين. مش شرط كل حاجه، دايما مش كل الناس بتفهم يعني ايه صانع محتوى انه طالع يقول اي كلام. لا، انا شفت لك فيديوهات بجد، انت ممكن بكلمه او بحاجه تاثري في حد. فده قدام بقى كمان لما يبقى عندك قاعده كبيره جدا هتبقي شخص مؤثر، وده الهدف من السوشيال ميديا. يعني ما جالكيش طيب لغايه دلوقتي اي عروض تمثيل؟ لا يعني كانت بتبقى اعلانات كده، يعني اعلانات في التلفزيون ساعات بقى تنفع ساعات ما تنفعش، mostly most of the time يعني مش بتنفع. يعني كنت بحسب الموضوع هيبقى اسهل، بس لا يعني الموضوع صعب قوي تاني. بس انا شفتها وهي بتمثل، على فكره شفت لها كام فيديو بتمثل، ما هي بتمثل، هي بتمثل حلو قوي. لا انت الفيديوهات اللي بتعمليها لوحدك دي تقطيع والعياط وكده، لا يعني ممثله. وبعدين دي جرأة منها ان هي تعمل فيديوز دي. يعني انت عارفه انا كده كده الشق بتاعي بتاع السوشيال ميديا، انا مع اني بطلع بطبيعتي واتكلم، بس انا ما اقدرش اطلع اعمل ده. اخاف حد يتريق عليا، اخاف حد مش عارفه ايه، لسه بخاف من الحته دي. فراس احنا هنرجع نتكلم معاك عن شويه حاجات، بس هنطلع فاصل سريع وهنكمل مع حضراتكم. ورجعنا لكم تاني ومكملين كلامنا مع كنزي وفراس. طب سؤال كده هساله لك، يعني ايه صغنن كده، يلا بينا. ممكن في يوم من الايام تيجي تقول لكنزي يا كنزي كفايه سوشيال ميديا، ولو سمحتي كفايه بقى وركزي في البيت ومش عايزين الكلام ده؟ ثانيه واحده. ايوه، اللي انت هتقوله ده هيفضل طول العمر موجود في كل حته، في تمام. اي كذب من اي نوع. لا لا لا، البنت دي هتكلمني وهطلع لك الفيديو تمام. ده تمام. بس لا الصراحه لا، مش هقول لها توقف، لان اول حاجه طبعا انا مش مقتنع ان هي اتعلمت كل التعليم ده وتبهدلت كل ده عشان ما تعملش حاجه مفيده في حياتها. اوكي، دي اول حاجه. تاني حاجه ده شغلها وحياتها، يعني كفايه يعني اقل حاجه يعني كفايه ان هي شغلها ده من البيت وجنبي، فعاوز ايه تاني؟ بس الست عايزه تمثل، عايزه تمثل عادي، ما هبقى سبورت معاها طبيعي يعني. يعني هتقعد في حاجه مثلا 18 ساعه ماشي، ما انا هبقى اكيد مش هسيبها لوحدها. وشغلك بقى هنعمل ما لا ما عشان كده بعمل شغل حر مع نفسي، مش شغال في شركه عشان اعرف يعني انا لو ايه مضحي بحاجات تانيه عشان اعرف سبورت معاه، بس في نفس الوقت انا شغلي مع نفسي لوحدي في حته تانية. احنا عايزين فراس يكلمنا برضو. كلمنا فراس، انت بتعمل ايه في حياتك، شغلك ايه؟ انا مهندس مدني اصلا، بعمل بادئ اعمل كده شغل تشطيبات بسيط يعني بس، وبيرسونال ترينر. حلو قوي. بيرسونال ترينر وسيرتيفايد نيوتريشن. بس كل الحاجات طب ايه بيمانس كل حاجه معايا بضيق معاك احنا غلابه. بس هو من بعد الجيش بقى اللي هو ايه، خلصت بقى قعدت كده في البيت ما اتمرنتش عشان كده شويه كله راح، بس يعني هيرجع كل ده ان شاء الله الفتره اللي جايه. في حاجه مهمه قوي 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 اي ست بتحتاجها، وهو الدعم من البارتنر او شريك حياتها. سواء كانت الست دي بتلعب رياضه، بتقدم كونتنت على السوشيال ميديا، ممثله، تقول ايه لاي راجل ازاي يقدر يقدم الدعم ده من غير ما يحس ان ده بيمس رجولته وانا والبيت لا يا ملهاش علاقه. ما انا واحد من الناس يعني، طبعا الكلام ده ممكن يبقى كليشيه شويه، بس انا بقتدي بالرسول. الرسول كان بيعامل مراتاته باحسن طريقه ودايما بيسبورتهم في كل حاجه، فمش هيجي الرسول عليه الصلاه والسلام يعمل كده واحنا ما نعملش كده. صح، ده الطبيعي. ده شكله زوج صالح غالبا. بس فانا انا سبورتر في حاجه وقدام عيني، ولو في حاجه انا شايف ان هي هتاذيها ولا لا ما تعملهاش. بس لكن لو حاجه ما فيهاش ضرر وبالعكس فيها فايده ليها، لا انا معاك. هايل هايل يا استاذه امير. صمت في اللسته. يعني كلام، عارفه كلام تحس الواحد عايز يقعد يفكر فيه كده. يا ربي هل الراجل ده صادق ولا مش صادق. عايزه لسه اصل فتره الخطوبه دي بيبقى فيه لا ما بقى سبع سنين بقول لك بقى خلاص سبع سنين شفنا كل حاجه، شاف النكد وشاف وش الحقيقي. بصي انا طالما شفتكم شبه بعض خلاص انا اطمنت كده ان انت كنزي بتقدمي على السوشيال ميديا محتوى بيدعم نفسيه
انت شخصيا ما تعرضتيش بوجودك على السوشيال ميديا لاي ضغوطات نفسيه من الناس؟ ما حدش تنمر قال لك حاجه وحشه؟ احكي لنا بقى. لا يعني جالي بسبب السوشيال ميديا انهيار عصبي، جالي منتل بريك داون، دخلت المستشفى ورحت للدكتور وعملت يعني معني كنت خلاص انا اتعالجت وبطلت اروح للدكتور لان كان عندي قبل كده او سي دي ادى لديبرشن. جالي بقى حاجه تانية خالص، جالي منتل بريك داون بقى وانكزايتي اللي هو قلق بسبب الكومنتات اللي بشوفها، بسبب ان هما مثلا في جروبات معينه للبنات ما بيعملوش حاجه غير ان هما بياخدوا حياه اي حد اون سوشيال ميديا يحللوه بقى اللي هو دي كدابه، انت عارفه الجروبات دي دي فلانه يبقى الواحد مثلا بيقول والله ما والله الواحد ما بيقول حاجه من كل قلبه وحاجه فعلا حقيقيه، تلاقيهم مثلا اخذين سكرين شوت 200 300 بنت بتحلل بقى ان الشخص ده كذاب وما يستاهلش ومش عارفه، وان هي عارفه شخصيتك وان هي متاكده منها. فده بيوجع اكتر من تلاقي مثلا ولاد 12 13 سنه بيحاولوا ان هم يستلطفوا ان هم مثلا يشتموكي شتيمه وحشه بس لا، توجع اكتر ما تلاقي بنات تحسيهم شبهك وبيجادج كل حاجه مع بالظبط. انا ما بفهمش بنت تطلع تخبط في بنت يعني احنا يعني انا مره كتبت لهم وقلت لهم بصوا انا قضيت اخر سنه بعمل كل حاجه عشان اسبورت الست اللي زيي في الاخر اشوف الحاجات دي، فلا يعني اي حاجه حتى في راسي يعمل لي اي حاجه لطيفه دول مدعيين. فقلت لهم يا جماعه احنا بقالنا 7 سنين دي معاملته معايا، انا ما بعملش حاجه، ده انا ببين ربع اللي في راسي بيعمله لي كويس عشان ما حدش يفتكر ان انا بالظبط. فاللي هو مثلا يهزر معايا يعمل حاجه دي مدعيه تعمل كده عشان الريتش، تعمل كده عشان مش عارفه ايه. بتشوفي ده ازاي؟ يعني انا بصراحه ما بشوف بنت كمان بتكسر في بنت زيها يا جماعه احنا المفروض كلنا نبقى متكاتفين. انت عارفه هم فتره كنت بشوف شتيمه علشان في في فتره كنت بشوف شتيمه علشان بس في فتره لقيت الصفحات كلها تشكر فيا، فبقول هو احنا كرهناه عشان بتشكروا فيها كل ده اللي هو طب ليه تكره حد عشان غيره؟ طب دي غيره طيب مش عارفه بقى يعني بصي هقول لك على حاجه برضو تو بي اونست، انا ما بتضايقش من الناس دي يعني لانه برضو انا ساعات بيجي لي مسجات معينه انا براعي ان كل واحد فينا طالع من تربيه معينه من بيئه معينه من ظروف معينه، هو قاعد شايف يا كنزي اللي انت بتعمليه من ورا موبايل، هو مثلا مش عارف ديورنج اليوم بتاعك ايه اللي حصل، الناس ظروفها صعبه برضو خلونا نقول ده مش مبرر اكيد 100% يعني مش مبرر. انا معاكي جدا ان انت تراعي اللي قدامك، بس ما هو انت قاعد في مكانك بتعمل ايه اصلا علشان تقعد تخبط في الناس وما يعرفش اثر الكلمه دي ممكن تبقى ازاي نفسيا على واحده بتقول لك جالها ديبرشن وتعالجت ليه؟ انت بقى لازم نصيحه بقى يبقى عندك صلابه نفسيه مهمه قوي. خلاص نشوف الصوره دي يا حبايبي ده انتوا صغيرين قوي ازاي تذيعوا حاجه زي دي؟ يا نهار اسود ايه ده؟ ايه ده ما شاء الله؟ من 2017 انتوا كنتوا مختلفين، انتوا اثنين تانيين كنا زدنا كل واحد زاد فينا 50 كيلو في العلاقه. انا كنت هنا مثلا بتاع 67 كيلو انا دلوقتي انا 45 كيلو كنت 45 45 ده مفيش يعني بس انتوا لا بس انتوا احلى سوء تغذيه دلوقتي بقيت عندي اوفر تغذيه مش عارفه اوديها فين. لا بس انتوا احلى في الزياده يعني في والله في كده لا لا ربنا طبعا يبارك لكم في حياتكم ويسعدكم ما تقعديش تفكري بس يمكن الوقعه اللي حصلت لك دي من الجمهور هي اللي عملت لك دلوقتي زي ما هند بتقول صلابه نفسيه. ما انا قلت كده قلت انا شفت الأسوأ عشان خلاص ما فيش حاجه بالظبط. وكمان هو زي ما بقول لك لما بتفكري انه المتلقي او اللي بيتفرج عليا ده حياته عامله ازاي ومنتاليتي بتاعته عامله ازاي والغيره دي طبيعه في كل البني ادمين انه ليه يعني دي بتعمل ليه دي بقى بتجي لها الجفت مش عارفه الحاجات دي كلها ده طبيعي يعني انا بعذر الناس وفي نفس الوقت مش بعذرهم انا قادره استحمل غيري ممكن ما يبقاش قادر يستحمل فاهماني. انتوا الاثنين بتتخانقوا على حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا نفسها لا ممكن نتخانق مثلا على ايه ابقى انا مثلا مش في المود ان انا اعمل حاجه او بتطلعني من الكومفورت زون بتاعتي اصل انا انتروفيرت شويه بحب اخلي نفسي جوايا كده تبقى قاعده بقى بتشعل تبقى قاعده فجاه تقوم حاطه الكاميرا في وشي طب واحده واحده ما هي دي فكره ما هي دي ما تعملهاش معايا بس هو خناقتنا كلها انه ما تصوريش دلوقتي لا في راس في الاصل في راس لو انا مشيت على مزاج ان هو عايز يصور امتى في راس مش هيصور في حياته مش عايز في راس بيحب يقعد في سلام كده لوحده فلازم الراجل في سلام عايز اعمل معاه حاجات فن اصل تبقى حاجات مثلا حاجات هبله اللي هو حاجات مثلا عشان نهاف فن احنا الاثنين مش عشان عايز اعمل محتوى مثلا فهو في راس بقى يبقى كده عايز يسترخي بس مكملين بعض برضه يعني الجنان بتاعك شويه مكمل يعني برضه قلت له اعمل لي بروبوزل من اول جديد هنا في المكان كنت مع اصحابي
عملتوا مارادونا قبل كده؟ هو عملت لها يعني بروبوزل على قد زمان يعني لما كنت بقى لسه بقى قلت لها اعملي دلوقتي لسه متعرفين بقى وكده. دلوقتي بعد 3 سنين خطوبه عايزه بروبوزل تاني. اه لا واحنا قاعدين دلوقتي قلت له الحاجه اللي انت يا كنتي تقلي تقلي. طيب من الفيديوهات التوعيه اللي انت بتعمليها ايه اكتر المواضيع اللي عملتيها وحسيتي انها لمست الناس قوي؟ لما بعمل عن الصحاب حاسه الناس كلها اتخزوقت. مفيش حد ما اتخزوقش يا قلبي. اه ليه لما انا الصحاب بلاقي كل الناس عندها قصه. مفيش حد ما عندوش قصه عن حد بجد اذاه في حياته فكلهم بيريليت. بقى بلاقي ناس كبيره بقى مثلا واحده عندها 60 سنه بلاقيها بتريليت, واحده عندها مثلا 14 سنه لسه ما شافتش حاجه بتريليت. أزمة الصحاب دي إيه سببها بجد؟ مش يعني عارفة. فعلا يعني بتحصل عاجلا يعني دلوقتي أو قدام هي بتحصل. أقول لك سببها اللي ماما بتقوله لي. أيوة. ماما بتقول لي أنت على طول بتخشي بقلبك. أيوة. هي كل دي كمان. أوه. كمان بتقول لي إيه بالراحة صاحبي الناس كلها. أوه. مش لازم نبات مع بعض ونخرج كل يوم. دي حقيقة. دي حقيقة. أنا رجعت لماما من أولى كلية أول يوم معايا أربعة بنعمل شوبينج سوا. اتعرفت على دي ودي صاحبتي ومش عارفه ايه ودي وايه. طبعا رحت بقى خدت بقى ما بتقولي اول يوم. وبعدين مثلا الناس دايما الناس يقولوا بعيدي عن الفلانه دي وانا اقول لهم لا دي كويسه ام داخله هي دي اللي انا هعرف اعرف بقى بعد كده ليه بيبعدوا. حلو قوي حلو قوي انك تبقي بتقدمي حاجه عشتيها. انت حصل لك اي اذى نفسي من حد من صحابك؟ لا 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 ده انا عامه بارد بصراحه يعني. لو غير ما تقول والله يا فندم يعني لو حد مثلا حاول يغلس على مش هيتضايق لو حد قصدي يأذيه في راسه مش هياخد باله ان هو بيأذيه اصلا. هيقعد هاي اصلا يعني هيحصل ايه ولا حاجه. هو واحد صاحبي بس اللي هو يعتبر قريب مني فعلا ده اللي انا وهو دايما مع بعض. لا مش هقول لا ده بيحبني. لا 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 خالص عايز ده صاحبي مش هيخبط. المشكله ان هو مسافر دلوقتي بس لكن غير كده انا يعني ماليش صحاب قريبين اللي هو ما ينفعش اقول عليهم بيست فريندز قوي. هم بالظبط 2 3 ماكسيمم. حلوه قوي. انا مستفيده قوي. فرحات عايز اسالكوا سؤال انا مش عايز اساله هو رئيس تحرير اللي عايز يساله. بيقول لكم ناويين تتجوزوا امتى؟ والله كل ما انا عاوز نتجوز يجي حاجه كده في الحياه. كل ما عاوز نتجوز يعني يحصل حاجه على فكره انا خطوبتي خطوبتي كانت كتير زيكم كده. انا قعدت مخطوبه 7 سنين. اهو احنا لسه قدامنا 4 سنين. احنا 3 سنين مخطوبين. 3 لا لسه قدامكم شويه. انا قعدت كتير بس عشان اتخطبت صغيره جدا. احنا كمان جدا وبرده كانت ما كانش فيه الامكانيات برده بتاعت يعني احمد ما كانش عنده الامكانيات اللي هو يبقى في بيت كده. فقعدت بقى كلها ان الواحد برضه بيحاول يعمل كل حاجه بنفسه مش عايز يستقل على اهله كده. لان هو اصلا بقول لهم في ناس بقى بيقعدوا مثلا يقولوا لنا ده انتوا بتستعبطوا انتوا عندكم كل ده. اللي هو لا عندنا كل ده وفي راس لسه اصلا يعني مخلص لسه مخلص جيشي الخدمه بتاعته من سنه. فهو لسه بقى بيبدا في حياته. فهو عايزين في السنه دي يجيب بقى شقه ويجيب حاجات ويجيب. لا 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 طبعا الدنيا بس فعليه بيستعجلونا احنا مبسوطين. خدوا ماما وبابا خالص براحتكم. الحمد لله. انت كنتي بتقولي ان انت كان عندك او سي دي او وسواس قهري يعني عشان اهلك اتعاملوا ازاي مع ده؟ في الاول كانوا بيتجاهلوه خالص وبعد كده بداوا يكذبوني. وبعد كده بداوا بقى يصدقوا. ولما ماما صدقت بعد سنين اكتشفت ان هي كمان عندها او سي دي. اصل هي كانت بتقعد تقول لي عادي ما انا كمان حاسه بكده انت بتقفل عادي ما انا كمان حاسه بكده. فلغايه ما كنت مره عند الدكتور قال لها طب تعالي كده تعالي كده يا استاذه ايمان. معلش مين اللي اكتشف ان عندك او سي دي؟ انت ماشي خلاص. لا 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 ايه ده؟ ازاي؟ هو اللي اكتشف. ما انا عندي صاحبي اللي هو اللي بقول لكم عليه ده عنده او سي دي اصلا. فلقيت نفس التصرفات اللي هو بيعملها هي بتعملها. حلو. بس فقلت لها طب كنت انت احتمال يبقى عندك كذا 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 اللي هي خش اقري عنه كده. مثلا تصرفات شفتها بيبقى مثلا ممكن حاجه معينه تيجي في دماغها مثلا فكره معينه تفضل ثابته في دماغها تقعد تكلمني وتعيط عليها الحاجه دي لا هتحصل. كنت ما فيش حاجه هتحصل عادي لعله خير لا هيحصل. مثلا هي الفكره بتثبت في الدماغ تعمل لهم بقى توتر. ممكن تقعد شهور مثلا تفكر نفس الفكره. قعدنا مثلا بتاع اول سنتين ده مسلسل بتاع امينه خليل. ليه لا كان اسمه ولا كان بتاع بتاع امينه خليل كان خلي بالك من زيزي. خلي بالك من بس زيزي. كان بيتكلم عن الاي دي اتش دي الاي دي اللي هو الفرط فرط الحركه. وطبعا ناس كتير قوي عندها كانوا مش يعرفوا منهم اخويا اصلا. فلا المسلسل ده حتى المسلسل ده كان فيه مشهد لما هي راحت تتكلم مع الدكتور كان اول مره ماما تبص لي كده قالت لي طب انت طلعتي اهو طلعتي مش غلط
لان انا كنت بروح اتكلم مع الدكتور ما فيش غلط ما فيش غلط وما فيش صح فيه ان انا ابقى فاهمه القصه فين. الفكره ان انا اتعامل مع حد فاهم الكيس بتاعتي مش اي حد وخلاص عشان يعرف يطلعني من اللي انا فيه. انا شايفه ان اي حد في الحياه محتاج في فتره ما يروح يتكلم مع دكتور بروفيشنال. صح. وانا شايفه قبل احنا للاسف فقرتنا خلصت, بس قبل ما نختم عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي, ده اهميه السوشيال ميديا الدراما والسينما ان هي تعرف الناس. اجي اقول للناس يا جماعه في حاجه اسمها مرض نفسي اسمه كذا, ووعي الناس يمكن ده اللي انت بتعمليه, وانا بحييكي على ان انت بتعملي ده. عايزة الأول أشكركم على وجودكم معايا وادعي لكم كده ربنا يهدي سركم. بعد عنكم العين على أسامي لعيبة الكرة ده بقى محفظهم لي بجد. بعتي فويس نوت لو تسمعوا هتأكد بعد الفقرة. نورتونا. خلصت فقرتنا لكن حلقتنا لسه ما خلصتش, مكملين معاكم لكن هروح فاصل سريع ونرجع لحضرتكم. ورجعنا لكم مرة تانية, وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. كتير مننا او معظمنا بنفضل سايبين نفسنا للاكل والعادات الصحيه السيئه, فبنلاقي نفسنا وزننا زاد واحنا مش حاسين, وما ناخدش بالنا غير لما يحصل لنا مشكله صحيه او نلاقي نفسنا مش لاقيين مقاساتنا في اللبس, نبدا نتخض ونتفاجئ ونجري نقعد نسال نخس ازاي. طب انا عايزه اخس 20 كيلو في شهر, انا عايزه اخس 10 كيلو عشان عندي مناسبه او عندي فرح. كل ده ممكن يعمل لنا اصلا ضغط نفسي. ازاي نقدر نخس بشكل مظبوط؟ هنعرف ده ازاي مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده الدكتوره اميره مهيب, خبيره التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا اميره. منورانا دايما في الفقرات الطبيه وبنحاول نستفيد. ربنا يخليكي منوره بوجودكم. قولي لي نعمل ايه علشان نخس بشكل صحي؟ طيب اهم حاجه انا لازم ابقى فاهمه كويس قوي ان انا عندي 3 مواتير في جسمي محتاجين بنزين عشان يعرفوا يقضوا الوظائف بتاعتهم بشكل صحيح. اول حاجه عندي الجهاز الهضمي, تاني حاجه عندي الجهاز العصبي, تالت حاجه واللي هتكلم عنها دلوقتي الجهاز العضلي. طيب الجهاز العضلي ده مهم في ايه؟ انا لما بنزل في الوزن بشكل سريع بقى لايا كان السبب, عندي فرح, عندي مناسبه, ايا كان, عندي صيف بالظبط, انا بفقد الساحل بالظبط. بفقد كتله عضليه وساعتها انا ما بنزلش دهون, وللاسف بتعرض ان انا بفقد معادن كتير قوي في جسمي, بفقد فيتامينز زي مثلا فوليك اسيد, فيتامين بي 12, طبعا الحديد. كل ده بيعرضني ان انا اخش اولا سوء تغذيه بتؤدي لضعف المناعه, المناعه بالتالي هتوصلني للانيميا, الانيميا وصلنا للانيميا يعني الحرق عندي واقف طبعا. طيب يعني في ناس بتيجي تقول لي انا يا دكتور نزلت من 20 ل 30 كيلو او 15 كيلو في شهر. طيب ده رقم كبير جدا يا جماعه, ده رقم يخض. انا هفرح بالنزول اللي انا نزلته فعلا, بس المشكله ان انا بنزل عضلات ما بنزلش دهون, فانا كده بسمي النزول ده نزول وهمي, انا فقدت كتله عضليه. طب لما افقد الكتله العضليه هيحصل ايه؟ الكتله العضليه دي هي موتور الحرق, هي اللي بيوصل لها كل حاجه عشان تبدا تشتغل ويحصل الحرق بتاعنا بشكل صح. طب لما الحرق عندي يبوظ يبقى انا كده وصلت لمرحله مش حلوه خالص, لان طبعا الهرمونات عندي هتبدا تبوظ. طيب زي ايه مثلا؟ زي هرمونات الثايرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه. طب انا بدخل نفسي في مشكله كبيره. طب انا اصلا ما عنديش مشكله في الغده, كل ده ممكن يوصلني للغده عندي فعلا ما تقضيش يعني ما تشتغلش صح او ما تعملش الوظائف بتاعتها صح, بالذات الهرمونات المسؤوله عن الحرق بتاعه التي 3 والتي 4, دي هرمونات مهمه جدا. فانا ممكن اوصل لمرحله ان فعلا يبقى عندي مشكله في الغده الدرقيه. فشوفي النزول السريع بالشكل ده ممكن يعرضني لمشاكل قد ايه, انا لازم انزل تدريجيا. حلو قوي. ايه المعدل او النسبه الصح ان انا انزل بيها في الاسبوع مثلا؟ بصي لو اول مره هبدا اعمل دايت في اول اسبوع مهم جدا ان انا ابدا انزل من كيلو ل 2 كيلو ماكسيمم. بعد كده من اول الاسبوع الثاني مسموح لي ان انا انزل من كيلو ونص ل 3 كيلو. طبعا بتختلف من حد للتاني على حسب طبيعه الحرق بتاعه, على حسب جسمه, هل هو عنده مشاكل ما عندوش مشاكل, عنده مشاكل صحيه يعني او ما عندوش مشاكل, كل الحاجات دي بتفرق. فلازم ابقى فاهمه ده كويس قوي, مش مهم ان انا انزل بسرعه, المهم ان انا انزل تدريجيا وافقد الدهون اللي موجوده, ما انزلش كتله عضليه. حلو قوي. يمكن كمان الخسسان السريع ده بيعمل سقوط في الشعر, بيعمل طبعا ضعف في البشره, الضوافر بتتكسر, كل الحاجات دي يعني سقوط, يعني التساقط بتاع الشعر ده والبشره كل ده نتيجه الانيميا. الانيميا ما بقاش في عندي هيموجلوبين وحديد كفايه, فما فيش اكسجين بيوصل للخلايا دي, فبالتالي الخلايا مش بتقوم بالدور بتاعها الصح,
فعشان كده بلاقي شعري بيقع، بشرتي بهتانه، دايما تلاقي وشك مصفر، باين انت خاسه قوي، وشك تعب. طب الفقدان الوزن السريع ده بيرجع بسرعه؟ طبعا. عشان انا نزلت عضلات ما نزلتش دهون. انا لازم احافظ على الكتله العضليه، العضلات عندي هي اللي بتحرق، فبالتالي انا لما بنزل عضلات انا كده اولا بعرض جسمي ان انا يبقى عندي ترهلات، لان انا بنزل مره واحده مش بنزل تدريجيا، فالجلد عندي عامل زي يعني زي الاسترتش كده، فلما بنزل مره واحده بيرجع يبقى فيه ترهلات، بيبقى فيه كرمشه، بشرتي بتبوظ، فكل الحاجات دي بتاثر على شكلي وعلى صحتي. انا عايزه انزل نزول صح بشكل سليم من غير ما اثر على اي حاجه في صحتي ولا في شكلي ولا في شعري ولا بشرتي. حلو قوي. ازاي ممكن تساعدي حد جاي لك يقول لك انا عندي مثلا مناسبه، عندي فرح كذا 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 وعايزه اخس بسرعه؟ هو احنا المفروض ما نوصلش للمرحله دي اصلا. احنا المفروض ان احنا ما نزنقش نفسنا، نستغل بقى فتره الشتاء اللي احنا فيها دي، عشان احنا معدل الحرق عندنا في الشتاء بيبقى اعلى كتير من الصيف. نحاول ان احنا ننظم وجباتنا، ناكل اكل هيلثي، في نفس الوقت الوجبات نحاول نقننها على قد ما نقدر. وكمان المفروض ان انا لو عندي مريض جاي بيشتكي من موضوع السمنه ده وحابب ان هو ينزل، انا ما بيفرقش معايا نزول على الميزان. نزول على الميزان ده حاجه مش صح خالص، لان انا المهم ان انا انزل يبقى شكلي حلو. انت ممكن تبقي نزلتي مثلا 3 4 كيلو بس الناس تقول لك ايه ده، انت ايه يا هند انت نازله كتير، كانك نازله 10 كيلو. انك نزلتي صح، نزلتي دهون، وفي نفس الوقت انت محافظه على وشك نضر، مفيش انيميا، مفيش فقدان المعادن بتبان، كل ده بيبان على وشي وعلى صحتي بسرعه. فده المهم، ان الميزان مش اهم حاجه في حياتي، لا، انا المهم عندي ان انا انزل بشكل صحي وسليم وافقد الدهون على قد ما اقدر. بنساعدهم ازاي؟ هل فعلا يعني كورس الاناسيليوم بيساعد الناس دي انها تخس صح ويساعدها في انها تحرق وتحس بالشبع؟ يعني كلمينا اكتر عن الكورس. بالظبط، ده بقى اللي انا حابه ان انا اتكلم عنه وافهم الناس يعني ايه نزول بشكل صحي. النزول بشكل صحي ان انا طبعا اول حاجه احافظ على الكتله العضليه، تاني حاجه ما يفرقش معايا موضوع المقاسات ده خالص، زي ما قلت اهم حاجه ان انا انزل نزول صح وانزل دهون. طيب هنعمل ده ازاي؟ بالذات بقى الناس اللي هي بتبقى يعني عندها سمنه دي بيبقى موضوع الاراده عندهم بيبقى صعب شويه، فمحتاجين عوامل مساعده ان هي تساعد ان تسد معاهم الشهيه شويه عشان نقدر ان احنا نحد من الوجبات بتاعتهم. وده اللي بيعمله بقى كورس الاناسيليم. هو بيبقى غني بالالياف الطبيعيه وكمان فيه فيتامين سي وماده البرومالين، الحاجات دي كلها مع بعض بتعمل لي بتعلي المناعه عشان فيتامين سي، وفي نفس الوقت فيها نسبه عاليه من البرومالين، ده بيساعد على حرق الدهون. فهو بفكرته ببساطه ان الالياف دي بتنزل في المعده، بتنفش، بتعمل بلك، بتبدا تملالي معدتي حيز المعده تقريبا من 3 ارباع لتلتين المعده، وبشرب بعديها يعني بحط نص كوبايه ميه قبل الوجبات الرئيسيه وبشرب بعديها كوبايتين ميه، وابدا بقى اكل الوجبه بتاعتي، امشي على الدايت اللي احنا بنبقى عاملينه وناكل الوجبات المفيده لحالتي الصحيه او المتماشيه مع حالتي الصحيه بس. وبعد كده بقى ايه بنبدا بقى واحده واحده نشوف. طيب لو البيشنت ده جاي لي مثلا عنده امراض مزمنه، ضغط، سكر، قلب، ست بتكون مثلا لسه خارجه من فتره الولاده، بترضع، طفل صغير، حد ما كانش عامل دايت قبل كده، ببدا ارشح له كورس الانسيليم العادي. طيب كورس الانسيليم العادي ده عباره عن الالياف وسكر سي سيل. طبعا حد يعني مريض سمنه اكيد بيحب الحلويات. قبل ما نكمل كلام عن الحلويات خلينا نروح بس ناخد مداخله من مريان من الجيزه. مريان ازيك؟ مساء الخير عليكم. الحمد لله. احكي لنا مريان عن الاكسبيرينس بتاعتك او التجربه بتاعتك مع الخساسان والكورس بتاع الاناسيليم. طبعا انا تجربتي كانت في الاول كنت خايفه جدا، ما كنتش بستأمن ان انا اخد كورس، يعني كنت قلقانه يكون زي الحاجات اللي بطلبها بتضحك عليا فيها، فكنت قلقانه جدا. فانا كانت بطبيعتي بحب الاكل جدا، فكان وزني بصراحه كان 90، وجربت الانسيليوم معايا دكتور مارتينا كانت متابعيني، كانت بصراحه في متابعه كويسه جدا على الواتساب، وكانوا على طول في اتصال يوصلوا معايا انا وصلت لايه، حاسه بايه، وزني كان كنت على طول اوزن كل شهر بتابع معاهم. وطبعا يا دكتور اميره كانت تجربه بالنسبه لي ان انا انتنع عن الاكل كانت صعبه جدا، لان انا بطبيعتي بحب الاكل،
والاكلات التيكاوي برضو بالنسبه لي ما اقدرش استغنى عنها. ولا حد يقدر يستغنى عنها. لا ما اقدرش يعني ما اقدرش. طيب انت لسه منتظمه على الدايت؟ الحمد لله وصلت 60 ومكمله. تمام. عايزه توصلي يعني لكام كيلو؟ الوزن المثالي بتاعي 61 او 59 في الحدود دي، يعني اوصل للوزن المثالي بتاعي وان شاء الله اثبت. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي توصلي للوزن اللي انت عايزاه. في الاول كنت خايفه جدا بس الحمد لله انا يعني بجد انا بشكر الدكتور اميره، بشكر الدكتور وانا بشكرك اللي كانوا متابعين معايا، وبجد انا انصح اي حد ياخد الكورس الانسيليوم ده وهو مغمض عن تجربه بجد. وبشكركم كلكم بجد. واحنا كمان شكرا بنشكرك شرفتينا. دكتور نرجع لأنواع الكورسز المتوفرة، قولنا أنت قلتي لي في كذا نوع. بالضبط أنا عندي زي ما قلنا نوعين، هو نوع الكورس الأسامي العادي ده اللي برشحه لأي حد عنده أمراض مزمنة، ضغط سكر قلب وهكذا، سيدات بترضع، أطفال سنهم صغير ابتداء من سن 3 سنين. طيب حد بقى عنده مثلا هيستوري في الدايت قبل كده وجرب يعني برودكتس كتير في الدايت او عمل انواع كتير من الدايت ووصل لمرحله كده احنا بنسميها في الدايت البلاتو، يعني ثبات الوزن، ده هعمل معاه ايه؟ ده طبعا هرشح له كورس الانسولين المكثف. كورس الانسولين المكثف ده عباره عن الالياف وسكر سيسال، وبنزود بقى معاها حاجات تانية، ممكن ازود جرين كوفي، ممكن ازود مورينجا، ممكن ازود كبسولات المورينجا، كمان كبسولات الانسيليوم اللي بتبقى موجوده دي بتبقى اساسيه اصلا في الكورس، دي عباره عن كافيين وماده الجارسينيا كامبوديا، الاثنين دول بيعلوا معايا جدا احساس الشبع. بتسد الشهيه جدا وفي نفس الوقت بتعلي الحرق. طيب حد ممكن يكون عنده مثلا مشاكل صحيه، عنده انيميا، عنده نقص فيتامين دي، عنده مثلا مشاكل في الغده، بياخد مثلا التروكسين بنسب معينه، الناس دي هعمل معاها ايه؟ الناس دي انا ما اقدرش اوعدها ابدا ان هم لما ياخدوا الكورس ان هم هيخسوا. لا، مفيش حاجه اسمها كده، انا لازم اعالج السبب الاول اللي موجود عندي، وبعد كده او مع الكورس بتاع الانسيليم والدايت هبدا اخس، لكن من نفسي كده اخد يعني اي حاجه من غير ما ابقى متابعه مع حد متخصص في موضوع النيوتريشن، وان انا اخد ادويه مش معروفه هي اصلا ايه، ده غلط تماما. فبنرشح الكورسات دي للناس دي، في نفس الوقت احنا بنبقى عاملين لهم اوريدي، بنبقى عارفين الهيستوري بتاع البيشنت، عارفين هو عنده ايه، نديله الكورس المناسب للحاله بتاعته. وممكن يعني برضو اضيف له لو هو الحرق بتاعه يعني ضعيف جدا، ممكن اضيف له السيلاك ده من الحاجات الحلوه جدا اللي بتعلي معايا الحرق قوي، لان هو يعني انا بسميه بصراحه الحل السحري لاي حد بيواجه مشاكل في ثبات الوزن. يعني وصل لمرحله ان هو بقى عنده ثبات في الوزن، فبالتالي احنا بنديهوله علشان بيعلي معايا الحرق تقريبا 5 أضعاف الطبيعي، عن طريق المكونات اللي بتبقى موجوده فيه. هو مكون من الكافيين والكارنتينين وفيتامين سي وكمان ماده الكروميوم، حاجات كلها طبيعيه. طب بالزبط. التواصل معاك يا دكتور بيكون ازاي؟ بيكون عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، سواء واتساب او كول، وعن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، ودكتور نهال حافظ الصفحه الرسميه بتاعتها على الفيسبوك، وكمان على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال حافظ. دكتور ايه النصيحه اللي ممكن تقدميها للمشاهدين يتبعوها لما يحبوا ان هم ينزلوا في وزنهم بشكل صحي؟ اهم حاجه ان انا الدايت ده ما يبقاش فتره مؤقته وننساها، احنا لازم نبدل العادات السيئه بتاعتنا تدريجيا، عشان الموضوع ده بيبقى صعب ومحتاج اراده، وعشان كمان ما انزلش زي ما قلت في الكتله العضليه بتاعتي، انا لازم انزل في الوزن نزول تدريجي. فلازم اعتبر ان الدايت ده هيلثي لايف ستايل انا همشي عليه. لو مثلا عايزه اعمل رياضه احاول بقدر الامكان ان انا اعمل رياضه، مش قادره اعمل رياضه خالص اجرب اعمل في البيت، لو مش قادره اروح الجيم اتمشى او استغل اي مشوار انا بعمله ان انا اتمشى. بالظبط، يعني الحركه برده مفيده جدا لجسمي كله وكل الانشطه الحيويه اللي بتبقى موجوده يعني في الجسم، فالحركه مهمه، الدايت مهم، وان هو يبقى هيلثي لايف ستايل مش فتره مؤقته وان احنا نعديها كده وخلاص. حلو قوي. ايه ازود ايه كمان غير الاكل الصحي؟ ايه في العادات الصحيه الثانيه اللي انا اقدر اعملها؟
احاول بقى مثلا ان انا اشرب حاجات تعلي مثلا معايا الحرق، تعلي معايا المناعه، زي المورينجا مثلا. المورينجا من الحاجات الحلوه جدا اللي بتعلي المناعه قوي، وفي نفس الوقت هي بتعلي كمان الحرق معايا. المورينجا دي انا بسميها شجره المعجزات، لان هي عدو كده شرس لثلاث حاجات: عدو للعجز، لان هي بتحافظ على البشره جدا، على نضاره البشره وعلى الالاستيسيتي الموجوده فيها، وكمان التشوهات اللي بتيجي في البشره كل ده هي بتحافظ عليه، عشان في هرمون كده اسمه هرمون الزياتين. ده الهرمون ده احنا بنسميه اكسير الحياه، ده فعلا افكتيف جدا، بيظبط الهرمونات للسيدات اللي هم في فتره المينوبوز او فتره انقطاع الدوره الشهريه بعد سن معين، فهرموناتهم بتبقى متلخبطه، فبالتالي هو بيظبط جدا الهرمونات دي اولا. ثانيا سوري، بيظبط مستوى السكر في الدم، وكمان هو في 64 نوع من الانتي اوكسيدنتس، وانا الانتي اوكسيدنتس دي من الحاجات المهمه جدا لجسمي، لان زي ما قلنا في شوارد حره بتبقى موجوده في الجسم او الفري راديكلز، دي بتعمل لي مشاكل كتير قوي في الخلايا، او بتسبب ان الخلايا تخليها يبقى فيها يعني ما بتعملش الوظائف بتاعتها بالشكل الحي والصح. فالمورينجا من الحاجات الحلوه جدا، وفي منها كبسولات على فكره برضو بتعلي معايا جدا، بتسد الشهيه وفي نفس الوقت بتعلي معايا الحرق، فممكن نستخدم. يعني كلها نصايح مفيده جدا، وحاجه تخلينا كده نتشجع ان احنا نخش كده السنه الجديده بصحه كويسه ونفسيه كويسه ونعمل كل حاجه. للاسف احنا خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله تنورينا في حلقات تانية يا دكتور باذن الله ونستفيد منك. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا ان شاء الله في حلقات تانية كتير. باي باي.